اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، ونتجول كده مع بعض في صفحات السوشيال ميديا ونشوف المواقع كتبت في ايه عن الاهلي خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض من الحساب الرسمي للاهرام على تويتر، كتبوا: موسيماني يرفض رحيل النجوم في الاهلي. انا قلت لكم في الانترو هتكلم نظري، في ترند الاهلي انا استعرض عملي، ونشوف بقى السوشيال ميديا والصفحات اتكلمت ازاي على الاهلي وعلى بيتس موسيماني وعلى النجوم. موسيماني يرفض رحيل النجوم. هو اصلا ما حدش عرض على موسيماني ان في نجوم هتمشي، واصلا ما فيش نجوم جالها عروض، واحنا حاليا دلوقتي في شهر 11، لا في انتقالات ولا في فترات قيد، فبالتالي كمان احنا لسه في الاسبوع الثالث للدوري وعندنا قايمه وعندنا مشوار طويل دوري وافريقيا، فباي منطق هيكون في رحيل؟ وباي منطق كمان هيكون في فكره او عرض من المسؤولين على بيتسو موسيماني ان في لعيبه تمشي؟ كلام اعتقد يعني سابق الاوان خلال الفتره اللي جايه. طيب كهربا، يوميا لازم يكون معانا حاجه عن محمود كهربا، واعتقد ابتدى الجمهور خلاص ياخد باله من القصه دي. نروح لحساب اليوم السابع، وحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر بيقولوا ان موسيماني يمنح كهربا الفرصه الاخيره في الاهلي قبل ميركاتو الشتاء. احنا خلاص بقى وصلنا بقى ايه لليفل الوحش، الفرصه الاخيره. الفتره الاخيره بنستعرض، اصل جاي له عروض من السعوديه، كهربا عايز يمشي، كهربا مش هياخد فرصه ويشارك، كهربا مستبعد من مباراه الزمالك لاسباب غير فنيه، وكلام كتير قوي. النهارده بقى خلاص احنا وصلنا لليفل المستوى الرابع، ان اخر فرصه في الشتاء لو ما المستوى ما ظهرش هيمشي. بالمناسبه يا جماعه ارجعوا للارقام والاحصائيات لاخر مباراتين لكهربا شارك فيهم بشكل اساسي، وكانت المباراه الاخيره امام بطل النيجر. من المباراتين دول هتعرفوا كهربا الفتره الاخيره مستواه ابتدى يعلى، بس اتمنى الناس تقف جنب كهربا تحديدا عشان يبدا يدخل مع الاهلي. ان خدوا بالكم لو لعبنا المغرب في تصفيات كاس العالم، اللاعب الوحيد اللي تالق على المنتخب المغربي واحرز هدف رغم ان مشوارنا دايما مع المنتخب المغربي مش احسن حاجه كان محمود كهربا. فخدوها حته وطنيه كده، يعني نقف ايه، نقف جنب كهربا وطنيه عشان لما يظهر بشكل كويس يمكن يخش المنتخب ويكون الفعل كويس. لو لعبنا مع المغرب يكون معانا محمود كهربا. اروح لحاجه كمان معايا وحساب اليوم السابع، وبيتكلموا على صالح نصر، ايه احدث الوجوه المنضمه من قطاع الناشئين، وهو اليوم السابع على تويتر بيقول ان موسيماني يطلب اعاره صالح نصر للحصول على فرصه خارج الاهلي. منطقي، صالح نصر احد اللاعبين اللي موجودين في قطاع الناشئين وبيتم تصعيده للفريق الاول، وبالتاكيد في يعني عدد كبير جدا في القائمه الاساسيه، فاي لاعب صاعد لو ما فيش فرصه هيكون بالتاكيد في فرصه لاعارته عشان يكتسب مزيد من الخبرات خلال الفتره القادمه. نروح كمان ونشوف معانا، قلت لكم ده الشغل العملي بقى، ترند الاهلي النهارده شغل عملي على النظر اللي احنا قلناه في الانترو. الوطن الرياضي وحساب الوطن الرياضي على الفيسبوك بيتكلموا على ان في عروض سعوديه واماراتيه تهدد استمرار حمدي فتحي مع الاهلي. اصل حمدي فتحي متالق الفتره الاخيره مع الاهلي ومع المنتخب الوطني، فنقول بقى ان في عروض من السعوديه وفي عروض من الامارات، يعني السعوديه لسه اصلا الدوري نقدر نقول خلاص يعني لسه في منتصف الدور الاول، ونفس الامر في دوري رابطه المحترفين في الامارات، فما اعتقدش ان في نادي حتى حدد احتياجاته الفتره اللي جايه. حمدي فتحي نفسه اصلا مستمر مع الاهلي، ومفيش لاعب في الاهلي النادي الاهلي هيستغنى عنه في يناير، مفيش لاعب اساسي الجهاز الفني بيعتمد عليه ويستغنى عنه الاهلي في يناير، ده شيء مؤكد وشيء منطقي، لان لسه الموسم طويل فلازم يعتمد على كل هؤلاء اللاعبين، لكن ده يندرج تحت بند اللي انا قلته في بدايه الحلقه، الاشاعات الكتيره قوي حوالين فكره النجوم اللي رايحه هنا وهنا وهنا، خاصه بعد الفوز على الزمالك بخماسيه. نروح كمان لحساب الوطن سبورت ومكملين في نفس الموضوع، لكن المره دي بقى مش مساله العروض، لا مساله المشاركه. اذا ما كانش عندنا مساله عروض نبدا نتكلم على المشاركه، هو ما بيشاركش، هو هيشارك. طيب نشوف الوطن سبورت بيقولوا ايه؟ عاجل، موسيماني يحدد موعد ظهور حسام حسن مع الاهلي. الفكره في حد ذاتها ان بيتسو موسيماني تحدث معاه واشاد بمستواه في التدريبات والمباريات الوديه، ووعده بالحصول على فرصه خلال الفتره القادمه. طب فين بقى الموعد؟ يعني في سياق الخبر ان مصدر مطلع داخل النادي للوطن سبورت قال التفاصيل دي، ان موسيماني قعد مع حسام حسن واتكلم معاه واشاد بمستواه في التدريبات والمباريات الوديه وقال له هتاخد فرصه. طب امتى بقى الموعد؟ ما اتقالش في الخبر، لكن هو العنوان يشد دايما القارئ عشان الترافيك والقرايه بالنسبه للاخبار من خلال السوشيال ميديا. نروح للمصري الرياضي، ويبدو ان حسام حسن ليه قصه جديده ولكن من خلال المصري الرياضي. حساب الرسمي للمصري الرياضي على تويتر بيقول ان حسام حسن يشكو التجاهل في الاهلي وطلب المشاركه. طيب ما هم الزملاء في الوطن سبورت قالوا ان موسيماني قعد معاه ووعده بالفرصه المشاركه، يبقى بالتالي
هل بيسكت تجاهل بعد القعده ولا قبل القعده ولا في وسط القعده؟ مش عارفين. طب هو خد وعد بالمشاركه وحددوا الموعد، بندور على الموعد ما لقيناهوش. لسه الاسبوع الثالث في 34 مباراه في الدوري، ولسه المباريات الافريقيه حسام حسن ما تأيدش فيها، هيتأيد في يناير ويكون مع الاهلي في دوري المجموعات. القارئ اصبح فاهم كويس قوي المحتوى اللي بينزل على السوشيال ميديا، الهدف منه ايه. طيب مبتدأ بيتكلم بقى عن صفقه في النادي الاهلي بتقترب من الانضمام لذئاب الجبل. الحساب الرسمي المبتدأ على تويتر بيتكلموا على ان فريق كريم فؤاد ده بقى لاعب تاني منضم حديثا لكن لسه ما خدش فرصه المشاركه، بعد الاسبوع الثالث بيقول لك هو رايح المقاولين العرب. فريق ذئاب الجبل، فكريم فؤاد بيقترب من الظهور الاول او بيقترب من الظهور الاول امام ذئاب الجبل وممكن يشارك في المباراه القادمه. طيب نروح بقى كمان لاخر حاجه وركزوا في الكلام اللي جاي ده. حساب سبورت 360 مصريه في تصريح نقلا عن احمد حسام ميدو بيقول على مسؤوليته في تصريح بيقول ان الاهلي عينه على عبد الله جمعه. انا اوجه سؤال للاستاذ احمد حسام ميدو، هل دخلت في دماغ وعقليه بيتسو موسيماني وعرفت احتياجاته في يناير؟ ده واحد. هل عقليه اللاعب اللي انت طرحت ان هو ممكن ينضم للاهلي، هل عقليته ممكن تشتغل في النادي الاهلي وتكون موجود في صفوف فريق النادي الاهلي؟ اتنين. تلاته، المركز ده مين موجود فيه؟ اعتقد لو الاجابه للناس عرفت الاجابه عن كل هذه الاستفسارات هتعرف كل التفاصيل دي. وكمان في نقطه كمان مهمه، مش اي لاعب قعده بينتهي مع فريقه ممكن ينضم للاهلي، ولا الاهلي اصلا ممكن يفكر فيه، مش اي لاعب. النادي الاهلي ما بيفكر في لاعب ما بيفكرش فيه في لحظه، بيفكر فيه لفتره وبيتابعه لفتره، والانضمام هنا مش للمستوى الفني بس. هل هينسجم ويدخل في اطار عائله الاهلي وفريق الاهلي، ولا هيكون صعب انه يكون موجود في المطبخ وفي المدرسه دي خلال الفتره اللي جايه؟ اعتقد كل اللي طرحته وكل الاسئله اجابات على تصريح الاستاذ احمد حسام ميدو اللي دخل فيه عقليه بيتسو موسيماني ودخل في دماغه وقال ان الاهلي بيفكر وعينه على عبد الله جمعه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نوصل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.